بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتطرق إلى نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم فوج 2020 اللي دارت اليوم. مباراة التعليم بالنسبة للتخصص مزدوج ابتدائي، مباراة التعليم بالنسبة لجميع التخصصات بالنسبة للثانوي الإعدادي، وكذلك مباراة التعليم الخاصة بأطر الإدارة والملحقين التربويين والاجتماعيين. في الأول كنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا مزيان إن شاء الله، وحتى اللي ما دوزش مزيان إن شاء الله بإذن الله يكون غير الخير. كنتمنى كل التوفيق لجميع المترشحين والمترشحات. إذن على بركة الله بدأوا الفيديو ديالنا. إذن بلا شك بعد اجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات يبدأ البحث والتساؤل. إذن من بعد اجتيازنا جميع المباريات، أي مباراة دوزناها كنبداو نسولو على مجموعة من المسائل. أول حاجة، متى تاريخ الإعلان عن النتائج؟ فوقاش غادي يعلنونا على هاد النتائج ديال الكتاب؟ ثانيا، كم هي نسبة المترشحين والمترشحات التي تجتاز الاختبار الشفوي؟ دابا حنا عارفين مثلا في واحد المديرية معينة طالبين مثلا واحد العدد معين، وحنا دوزنا مثلا واحد العدد كبير، واش غادي يطلبوا واحد العدد معين وكيفاش كتتم هذه العملية؟ التساؤل الثالث هو متى سيتم اجتياز الاختبار الشفوي؟ فوقاش الاختبار الشفوي. إذن هادو بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح في بالكم غادي نجاوبكم عليها. بقاو معايا. اولا، متى تاريخ الاعلان عن النتائج؟ اذا تاريخ الاعلان على النتائج منين غادي نجيبو؟ دائما المصدر الموثوق هو المنشورات الوزاره، وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي. اذا الوزاره شنو كتقول؟ كتقول ان موعد الاعلان عن النتائج ديال الاختبارات الكتابيه هو يوم 30 نوفمبر 2020. نهار 30 نوفمبر 2020 غادي يتم الاعلان على نتائج الاختبارات الكتابيه. 30 غادي تجي من نهار 2 ان شاء الله، الاثنين المقبل غادي يتم نشر لوائح المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابيه ومواعيد الاختبارات الشفويه والعمليه. اذا في ذاك النتائج غادي يبينوا لكم فوقاش غادي تدوزوا الاختبار الشفوي، كل واحد فوقاش النهار والساعه اللي غادي يدوز فيها الامتحان الشفوي. اذا قلنا تاريخ الاعلان عن النتائج ديال الكتابي هو 30 نوفمبر 2020، نهار 30 نوفمبر 2020 ان شاء الله. ثانيا، كم هي نسبه المترشحين والمترشحات التي تجتاز الاختبار الشفوي؟ هذا سؤال مهم بزاف. هو مثلا انايا دفعت مثلا تخصص رياضيات في واحد المديريه معينه، طالبين مثلا 30، طالبين 30 مترشح، وحنا دوزنا بينا 200 ولا 300، شحال غادي يدوزوا الاختبار الشفوي؟ يعني شحال غادي يهزوا في الاختبار الكتابي، شحال غادي ينجحوا في الاختبار الكتابي وغادي يدوزوا الشفوي؟ اذا عاده بعد تصحيح الاختبارات الكتابيه واجراء المداولات يتم الاتفاق حول اعتماد مجموع عدد المناصب المتبارة او المتباري عليها مضروب في 3. اذا هنايا عاده في المباريات السابقه ديال التعليم شنو كانوا كيديروا؟ مثلا طالبين 30 هما اللي غادي يدوزوا في النتائج النهائيه، دونك غادي يضربوا داك 30 فين؟ 3. دونك 30 في 3 غادي يعطينا 90، يعني 90 مترشح هو اللي غادي يدوز الاختبار الشفوي. 90 مترشح واخا يكونوا مدوزين حتى 1000، مفهوم؟ اذا قلنا دائما كيتم الاتفاق حول اعتماد مجموع عدد المناصب المتباري عليها مضروب في 3، يعني العدد اللي طالبين غادي يضربوا في 3، دونك هذاك هو المجموع ديال المترشحين والمترشحات اللي غادي يدوزوا الاختبار الشفوي. دابا نمروا للتساؤل الثالث، هو متى سيتم اجتياز الاختبار الشفوي؟ دائما نرجع بكم للجدول الزمنيه لاهم المحطات ديال مباريات توظيف الاساتذه اطر الاكاديميات فوج 2021. كتلقاو العمليه ديال اجراء الاختبار الشفوي والعملي اللي غادي تنطلق من الفاتح دجنبر الى الرابع منه. اذا من 1 لـ4 دجنبر غادي تكون الاختبارات الشفويه، كل واحد غادي يكون عنده نهار توقيت معين. مثلا مترشح معين ممكن يجي نهار واحد في الشهر، واحد يجي حتى 4 في الشهر، دونك الاختبارات الشفويه غادي تمتد من 1 حتى لـ4 في الشهر. دونك هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير اتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.